نشرة الاخبار مع مصطفى ابراهيم. اهلا بكم الى هذه الساعة الإخبارية وتتابعون فيها. تمهيدا للزيارة التاريخية استعدادات المتواصلة لاستقبال باب الفاتيكان ومراقبون يعدونها تمثل انسجام الاسلام مع بقية الاديان. يوم الرابع على التوالي تجدد الاحتجاجات الشعبيه وسط الناصريه والمتظاهرون يطالبون بإقاله المحافظ والحكومه المحليه. العراق يتعاقد على شراء 16 مليون جرعه من لقاحات كورونا ومجلس الامن يصوت اليوم على هدنه عالميه لتوزيع اللقاحات. بايدن يجري محادثة هاتفية مع العاهل السعودي قبيل النشر المرتقب لتقرير الاستخباري الأمريكي بشأن جريمة قتل خاشقجي البداية من الزيارة المرتقبة لباب الفاتيكان إلى العراق أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن زيارة الباب فرانسيس إلى النجف ولقائه آية الله العظمى سيد علي السستاني ستكون تاريخية وتمثل تعبيرا عميقا عن التواصل الإنساني ودعم مسارات الاعتدال وقيم المحبة والسلام والتآخي صالح خلال استقباله عددا من شيوخ عشائر النجف الأشرف شدد على أهمية الدور الذي تلعبه المدينة المقدسة والمرجعية الدينية وشيوخ عشائرها عبر الحفاظ على النسيج الاجتماعي بما تمثله من رمز للاعتدال والتجديد ودعم المطالب الحقة للمواطنين النجف الأشرف لا سيما المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله السيد علي السستاني ستكون في صلب جدول أعمال زيارة باب الفاتيكان إلى العراق ففي المدينة المقدسة تجرى بعض الاستعدادات للزيارة ولقاء البابا المرجع الأعلى لقاء المأذين بالأجراس هكذا وصف لقاء السيد السيستاني بالبابا فرانسيس مطلع الشهر المقبل زيارة تحمل في طياتها رسائل ذات أبعاد إنسانية لا تعد ولا تحصى للقضاء على خطابات الكراهية والتمسك بخطاب قبول الآخر القائد الديني الأعلى البابا يزور القائد الإسلامي الأعلى في النجف له رسالة مهمة تمثل الحكمة في أنه كلاهما يعني يرفضان العنف أساتذة في حوزة النجف الأشرف العلمية أكدوا بأن المرجعية الدينية هي حاضنة للسلام مؤمنة بالاختلاف نابذة لكل الخطابات الرامية لزعزعة السلم المجتمعي لتثبت لجميع بني البشر بأن لا فرق بين إنسان وآخر إلا في الخلق الرفيع واعتبر هاي الزيارة فد باب للخروج من هاي الازمات الطائفيه و يعني حتى نتقارب بين هذه الشعوب اللي شو ما تعرف عن عن هاي النجف المدينة العريقة، بل كانت توصل رسالة للغرب ولاوروبا وللعالم انه هاي النجف مدينة مدينة الإمام علي عليه السلام. الشيء الجميل بهذه الزيارة انه هم رؤساء الأقطاب السيد السيستاني اليوم زعيم عالمي يعتبر وزعيم أبوي كبير للعراق وإلى جميع المسلمين في العالم، هو شخصية محترمة ولها ثقلها. كذلك البابا اليوم هو زعيم وقائد وقطب رئيسي الشارع النجفي رحب بهذه الزياره التي وصفها بالتاريخيه، سيما وانها ذات معان ساميه تهدف للتقارب بين الاديان، موصله رساله مفادها بان قداسه الانسان فوق كل المسميات. وبالتالي زياره مثل هكذا شخص وهكذا مرجعيه لها لها مقبوليه في في العالم وما كانت النجف في يوم ما منغلقه امام احد، النجف طالما امنت بالتعايش السلمي والسلام وكانت رسالتها واضحه لجميع انحاء العالم. من النجف الاشرف ايمن الشريفي العراقيه الاخباريه. وفي ذي قار تشهد مدينة أور الأثرية استعدادات واسعة وتضافر جهود أغلب المؤسسات الحكومية فيها استعدادا لزيارة البابا فرانسيس التأريخية للعراق والتي تستغرق أربعة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد تشهد مدينة أور الأثرية استعدادات واسعة تتضافر فيها جهود أغلب المؤسسات الحكومية وبتوجيه رئاسة مجلس الوزراء لإنجاز الأعمال الهندسية والفنية الأخرى التي تتطلبها الزيارة التاريخية لباب الفاتيكان. اشتركت كثير من الدوائر والجهات المعنية في هذا الموضوع منها رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء الحكومة المحلية متمثلة بمحافظة وأيضا مؤسسات متنوعة. هذا العمل هو تحت اشراف إدارة مدينة اور وأيضا هناك لجنة عليا من وزارة الثقافة والسياحة والآثار هذه الأعمال شملت إكمال إنارة المدينة الآثارية وإكساء شوارع ونصب مظلات للزائرين وممرات ثانوية وشبكة للاتصالات وبما يخدم زيارة بابا الفاتيكان لبيت نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام مجمل الأعمال اللي شخصت بها أو نيطت بعمل مديريتنا أو شركتنا العامة هو إيصال خط 11 بطول 600 متر موزع على 17 عمود ضغط عالي بالاضافه الى اعمال اناره تتلخص ب 85 عمود بالاضافه الى قابلوات هوائيه لتغذيه اعمال الاناره. قامت شركه تور احدى شركات وزاره الصناعه والمعادن وبتوجيه مباشر من السيد مدير عام الاستاذ المهندس حيدر ساهر الحسيناوي لبعض الاعمال محطات استراحه ومماشي ولوحات تعريفيه. زياره تاريخيه لباب الفاتيكان ستفتح ابوابا عديده لمدينه الناصريه منها ما يعكس اهميه هذه المدينه واخر سينعش السياحه الدينيه وما تعود به من مردودات اقتصاديه غير مسبوقه من داخل بيت نبي الله ابراهيم الخليل غرب الناصريه علي حسن العراقيه الاخباريه أما في البصرة فتحمل زيارة البابا أو باب الفاتيكان فرانسيس المرتقبة إلى البلاد معها شيئا من التفاؤل ففي البصرة علق المسيحيون الآمال على أن تكون الزيارة رسالة سلام ومحبة للمنطقة بترقب وأمل ضال انتظاره العوائل المسيحية في البصرة متفائلون بزيارة قداسة البابا للبلاد لا سيما بعد أن وقع الاختيار على بعضهم لمقابلة قداسته واعتبروها من الحظوظ النادرة زيارة البابو هي زيارة تاريخية تعرف لأن أول مرة صير بتاريخ العراق بس كنا نتمنى أنه هذه الزيارة تكون بظروف أفضل من هذه الظروف اللي نعيشها حالياً إحنا يعني لان يعني تعرف كثير من العالم هسه بالبصره حبت تلتقي بقداسه البابا بس اكيد هي ظروف صحيه اكثر يعني. يعني تعرف قداسه البابا هو رجل كبير وما يريدون العالم يحتكون بي بي باكبر صوره ممكنه يعني الزياره التي وصفوها بالنادره والتي قد تحدث لاول مره في العمر تشكل منعطفا مهما في حياه المسيحيين في العراق والعالم لاهميتها في مثل هذه الظروف الصحيه والامنيه والسياسيه رغم القيود المفروضه على ابناء الديانه المسيحيه في زياره لبعض المكانات ربما لاسباب امنيه، ربما لاسباب صحيه، لكن نتامل ان يكون بعد هذه الزياره ليس فائده فقط للمسيحيين فقط وانما لكل العراق لاننا ابناء هذا البلد الواحد. الزياره تشكل دعما معنويا كبيرا لكل ابناء الشعب، فهي لا تقتصر على مكون بحد ذاته. فقداسة البابا يمثل رمزا معنويا كبيرا للمحبة والسلام في العالم علي عبد العزيز العراقية الإخبارية البصرة كدت وزير الهجرة إيفان فائق خلال زيارتها محافظة الأنبار متابعة العائلات العائدة من المخيمات إلى مناطقها الأصلية وتلبية احتياجاتها والإشراف على برنامج المنظمة الدولية للهجرة في بناء الدور السكنية المهدمة للعائلات النازحة كان هدف الزيارة هو متابعة العوائل العائدة والوقوف على كل الاحتياجات اللي تحتاجها وكذلك الإشراف والاطلاع على برامج الآيوم اللي تقدمها في المنطقة خاصة ببناء الدور المهدمة كليا أو جزئيا وحقيقة هناك إنجاز كلش كبير في محافظة الأنبار وهذا يحتسب العمل الكبير لمحافظة الأنبار لأنها جدية بمتابعة العائدين إلى مناطق سكناهم الأصلية متمثلة بالسيد المحافظ وكذلك المدراء الأقضية بمتابعة حثيثة لكل احتياجات العائدين وبالتالي نحن كوزارة هجرة المهاجرين نشرف على هذا العمل وبالفعل هناك إنجاز كبير لمحافظة ويحتسب لها بالنسبة للعوائل اللي هي عادت من المخيم نحن قمنا ببناء 25 منزل وهذا العدد عم نبني منه من المجتمع المضيف كمان عدد مساوي من اجل يعني نحن ما بدنا نخلق حساسيات بين المجتمع المضيف والعائدين لانه بنتفهم أن الاضرار من العمليات العسكريه وقعت على الطرفين نطمع ان يكون هناك دور اكبر ومساهمه اكبر من قبل معالي الوزيره في دعم العوائل العائده الي منازلها وبالذات منحه العودة حيث تعاني أغلب العوائل من عدم تخصيص أو وصول هذه المنحة إلى مستحقيها نتمنى على معالي الوزيرة المساعدة في إطلاق هذه المنحة هذا المشاريع مشاريع حقيقة هي التي تساعد على إنهاء ملف النزوح وهي تشجع العوائل النازحة الموجودة داخل المخيمات لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية اليوم الرابع على التوالي تجددت التظاهرات الشعبية في محافظة ذي قار مراسل الإخبارية أكد أن الاحتجاجات انطلقت وسط مدينة ناصرية بالقرب من جسر الناصر ويطالب المتظاهرون بإقالة المحافظ والحكومة المحلية وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص من القوات الأمنية والمحتجين في حصيلة أولية حول هذا الموضوع ينضم معنا مباشره من ديقار مراسلنا علي حسن علي ضعنا في اخر مستجدات المحافظه لديك وما هي المواجهات او حصيله المواجهات حتى الان تفضل. نعم في خامس ايامها مدينه الناصريه مركز محافظه ديقار تشهد تجددا لحركة الاحتجاجية داخل هذه المدينة وبالقرب حصرًا بالقرب من مبنى ديوان محافظة ذي قار كمحاولة لإقالة واستبدال الحكومة المحلية في هذه المحافظة كالعادة يعني عند الساعة الثالثة عصرًا نعم. يعني يتجمع المئات من أبناء وشباب هذه المحافظة. في حركه احتجاجيه يعني قبل قليل يعني المحتجين وصلوا نعم. الى ما يقارب عشره امتار من هذا المبنى وهناك قوات امنيه منتشره ومنتشره بكثافه مهم. لمحاوله الحفاظ ويعني تامين هذا المبنى والمؤسسات الحكوميه المهمه يعني التي تقع بجوار هذا مبنى ديوان المحافظه يعني كحصيله اوليه يعني الحركه هذا اليوم هو يعني بحسب مصدر طبي خمسه جرحى من صفوف المحتجين ويقابلهم سبعه جرحى من القوات الامنيه يعني الاحداث التي شهدناها قبل قليل حيث كان كنا نتواجد كادر قناه العراقيه الاخباريه يعني في هذا المكان الذي لا يبعد سوى مئات الامتار القليله من مكتب القناه يعني هناك احتدام للحركه والاحتكاك والتصادم ما بين المحتجين وكذلك القوات الامنيه هذا اليوم على وجه التحديد محاوله للوصول من قبل الشباب المحتجين الى مبنى ديوان المحافظه وكما تشاهد يعني الحركه غير طبيعية من من خلفي وكذلك سيارة أي عجلات الأجهزة الأمنية أمامي والآن لدى يعني وصل الآن إلينا خبر باحتراق مبنى ديوان محافظة ذي من قبل المحتجين الشباب الذين وصلوا إليها الآن وقاموا بإحراق مبنى ديوان نعم محافظة علي انت تؤكد آه الان علي مراسل العراقيه تؤكد الان ان هناك حريق نشوب في مبنى في مبنى وديوان محافظه ذي كيف حصل نعم. هذا الموضوع؟ اذا كانت لديك معلومات. نعم. يعني اقتحم اقتحم المبنى يعني بدايه الحركه اليوم بدايه حركه الاحتجاجات كان نعم هذه الغايه منذ خمسه ايام. هذه هو الهدف منذ خمسه ايام ان يصلون الى مبنى ديوان المحافظه بدا في اول يوم حصل تكسير لزجاج المبنى وعبروا الجدار الخارجي بدايه في اول اليوم ولكن الايام السابقه لم يستطيعوا الوصول اليوم اليوم قبل قليل يعني استطاعوا عبور والدخول الى هذا المبنى ويعني خلال الساعة الماضية كان هناك يعني حرائق أمام هذا المبنى والآن بحسب المصدر الذي وصلنا يعني هناك يعني إشعال نار داخل مبنى محافظة ذي قار من يعني علي الآن أنت تؤكد لي أن المتظاهرين اخترقوا مبنى المحافظة وتم إضراب النار في المبنى أين القوات الأمنية وهل ما زال المتظاهرون داخل, داخل المبنى حتى تكون الصورة واضحة يعني كما تعلم نعم كما تعلم يعني عندما يحصل الاحتجاج ال ال ما بين القوات الامنيه وما بين ال المحتجين الشباب اه يعني هناك تعدي وهناك يعني استخدام حجاره وزجاج على القوات ال الامنيه من قبل المحتجين، لا يوجد هناك استخدام للقوه من قبل القوات ال الامنيه لذلك اه لا يريدون اسقاط اي تضحيات او تضحيات كبيره ولا يريدون اسقاط يعني من قبل شباب المحتج لذلك ينسحبون ويتراجعون ويفسحون المجال للشباب. علي أجبني يعني على هذا السؤال أنت أوردت إن معلومة مهمة حصل أنت أوردت يعني معلومة مهمة جدا جهد أنه كبير. تم حرق مبنى المحافظة أو ديوان المحافظة تؤكد لي هذا الخبر أكد لي هذا الخبر نعم بحسب المصدر الذي وصل إلينا حاليا مم. نعم. شكرا لك، سنتواصل معك لتأكيد هذه المعلومة وتداعيات وتطورات التظاهرات في الناصرية خفضت اسعار النفط عالميا اليوم إذ نزلت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي الى 62 دولارا و57 سنتا للبرميل متخليه عن جميع المكاسب التي حققتها امس الخميس وتراجعت العقود الاجله لخام برنت الى 66 دولارا و 3 سنتات للبرميل بعد ان خسرت 16 سنتا امس الخميس مع عودة أزمة إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها بين بغداد وأربيل إلى واجهة المشهد السياسي مراقبون دعوا إلى الأسراع بتفعيل قانون النفط والغاز تحت قبة البرلمان يعود إلى الواجهة مجددا بعد دعوة وزارة النفط الحكومة والبرلمان إلى الإسراع بإقراره الدعوة جاءت عقب مراجعة الوزارة النسخة النهائية من القانون خبراء في مجال النفط شددوا على أهمية تمرير القانون لتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قانون النفط والغاز هو ينظم العلاقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية وكذلك المحافظات محافظات تطالب مثلا دولار خمسة دولار أو دولار أو هذه ما موجودة بالدستور ولا الطريقه اللي يمشي بها الاقليم موجوده بالدستور، انت عندك ثروه نفطيه يعني ممكن انه واحد يطلع لك بعقود آه اللي هي ممكن انه تجيب لك شريك في حين الماده 111 ما تقبل اي شريك لا خارجي ولا محلي آه للنفط الع... آه يعني آه آه لملكيه النفط العراقي من قبل الشعب. ويرى مختصون ان تشريع قانون النفط والغاز سيضع حدا للخلافات العميقه بين بغداد واربيل بشان اداره الثروه النفطيه والمشكلات التي تتجدد كل عام عند اقرار الموازنه الاتحاديه القانون يجب أن ينظم العلاقة بين المركز والأقليم في عملية استخراج الثروة النفطية والتعامل معها بعد عملية الاستخراج ومن له صلاحية توقيع العقود مع الشركات النفطية العالمية وآلية تلك العقود لذلك هذه العملية كلها يجب أن تنظم بقانون هذا القانون لم لم يكن الدستور كافيا لوضع توضيح المعالم الخاصة بهذا الموضوع لذلك القانون أصبح ضروري خصوصا في ظل النفق المسدود الذي وصلوا إليه في المفاوضات بين الحكومة الأقليم والمركز الأمر الذي أدى إلى توقف الموازنة في في كل سنه عند نفس النقطه والى جانب تنظيم العلاقه واداره الثروه النفطيه تؤكد وزاره النفط ان اقرار القانون سيسهم في تطوير الصناعه النفطيه ودعم الاقتصاد الوطني. اربع دورات تشريعيه وما زال قانون النفط والغاز حبيس الادراج البرلمانيه بسبب غياب التوافق السياسي بشان القانون رغم اهميته في تنظيم العلاقه ما بين الحكومه الاتحاديه والحكومات المحليه فضلا عن اداره الثروه النفطيه من بغداد محمد جبار العراقيه الاخباريه في ملف الانتخابات المبكره اعلنت المفوضيه تمديد مهله تسجيل التحالفات والمرشحين الراغبين في المشاركه بانتخابات مجلس النواب. المفوضيه في بيان اشارت الى ان التمديد يشمل تسجيل التحالفات لغايه الاول من شهر ايار ومده تسلم قوائم المرشحين لغايه السابع عشر من شهر نيسان، مبينه ان هذا الموعد يعد امهالا نهائيا للتحالفات والمرشحين. مجلس مفوضية الانتخابات يعقد بكامل اعضائه اجتماعا استثنائيا يقرر فيه تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية الرامية الاشتراك في الانتخابات التشريعية المبكرة لغاية الاول من شهر ايار المقبل كموعد نهائي غير قابل للتمديد مرة اخرى. لاحظ المجلس تسجيل 30 تحالفا سياسيا وتقدم سبع تحالفات في طلبات المشاركه في الانتخابات المقبله. كما تقدم 98 حزبا بطلبات المشاركه في الانتخابات القادمه وحيث ان عدد التحالفات التي قدمت مرشحين للانتخابات هو تحالف واحد فقط كما تقدم حزب واحد فقط مرشحه للانتخابات فيما بلغ طلبات الترشيح بقوائم منفرده ستة وثمانون طلبا وحيث أن هذه الترشيحات لا تتناسب مع حجم الدوائر الانتخابية المتعددة تكون فترة تسجيل التحالفات لغاية واحد خمسة الفين وواحد وعشرين كما قرر المجلس اضافه لذلك تمديد فتره تسلم قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركه في الانتخابات النيابيه المقبله حتى السابع عشر من شهر نيسان المقبل بهدف منحهم وقتا اطول لترتيب اوراقهم الانتخابيه ولانجاح الممارسه الديمقراطيه وضمان نزاهتها وشفافيتها وصل تقريبا المرشحين 86 مرشح فرد من ضمنهم واحد ايزدي وواحد كردي فيلي وايضا واحد صابئي فلفسح مجال اوسع وبما يتناسب عدد المقاعد والدوائر الانتخابيه ويندرج هذا القرار في إطار فسح المجال بشكل واسع أمام القوى والأحزاب والتحالفات السياسية فضلا عن المرشحين الأفراد للمشاركة بشكل واسع في الانتخابات التشريعية المبكرة والمزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل من مقر مفوضية الانتخابات مؤيد الفرطوس العراقية الإخبارية بغداد حراك نيابي بتقديم طلب الى رئاسه المجلس من اجل حله تمهيدا لاجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل. تاتي هذه الخطوه وسط مخاوف من تزوير الانتخابات او تاجيلها الى موعد اخر. في محاوله لقطع الطريق امام محاولات تاجيل موعد الانتخابات حراك نيابي تشهده اروقه مجلس النواب. لجمع تواقيع تطالب بحل البرلمان تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكره في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل وكشفت أوساط سياسية عن قرار سيصدر من مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل يعد فيه مجلس النواب محلا قبل أيام من الانتخابات شرط إجرائها بموعدها المحدد رغم مخاوف الكثيرين من تدخلات دولية وإقليمية قد تقف أمام هذه المساعي. في قضية الانتخابات مجلس النواب حسم أمره هنالك قرار سيصدر من مجلس النواب خلال هذا الأسبوع. في أن يعتبر مجلس النواب محل يوم سبعة عشرة وهذا الحل مشروط على إجراء الانتخابات يوم عشرة عشرة هذا سيصدر قرار خلال هذا الأسبوع من مجلس النواب لكن هنالك أرض رملية متحركة أقليمية دولية داخلية قد تعطي مؤشرات لعدم حتى إجراء الانتخابات في موعد عشرة عشرة ولم تقتصر مخاوف الأوساط السياسية المتنافسة على عدم إجراء الانتخابات بموعدها فعملية التزوير التي رافقت الانتخابات السابقة ما تزال تؤرق الكثيرين مشددين على ضرورة التزام المفوضية باعتماد البطاقة البيومترية وإعادة العد والفرز يدويا لضمان نزاهة النتائج نحن نرى بأن طالما أغلب الكتل اليوم مستعدة لإجراء التزوير وأن الحرب عصيبة جدا في هذه الانتخابات أجد بأن لا بد ما دام القانون حصر الدوائر الانتخابية أن يكون هناك بايومتري وعد يدوي في كل دائرة انتخابية وإعلان النتائج عن هذه الدائرة الانتخابية لحسب موضوع إجراء التزوير في هذه الانتخابات وبعيدا عن تأكيد بعض النواب عزمهم تقديم طلب لرئاسة المجلس بحل البرلمان خلال جلسة التصويت على قانون الموازنة إلا أن الدستور أشار إلى حل المجلس قبل ستين يوما من إجراء الانتخابات أو بتقديم رئيس مجلس الوزراء طلبا لرئيس الجمهورية او بطلب موقع من ثلث اعضاء البرلمان يصوت عليه بموافقه الاغلبيه المطلقه احمد عرام العراقيه الاخباريه بغداد كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي عن وجود رغبة سياسية في حل البرلمان من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المسعودي في نشرة سابقة أكد أن البرلمان عازم على حل نفسه في الوقت المناسب مبينا أن الدستور ينص على أنه في حال حل مجلس النواب نفسه أو حل, حل مجلس النواب نفسه خلال ستين يوما فأن من حق رئيس الجمهورية أن يدعو إلى إجراء الانتخابات هناك رغبة سياسية لحل مجلس النواب العراقي لكي يتم تهيئة الظروف المناسبة لاجراء هذه الانتخابات وبالتالي هذا الحراك لا تقوده جهة سياسية بعينها وانما رغبة من قبل هيئة الرئاسة ومجلس النواب العراقي لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاجراء الانتخابات بالموعد المحدد. مجلس النواب العراقي عاقد العزم على حل نفسه بالوقت المناسب. مع التأكيد أنه الدستور يعني يحدد موعد انه بحال ان حل مجلس النواب العراقي نفسه خلال مده 60 يوم يدعو رئيس الجمهوريه لاجراء هذه الانتخابات ب طبعا التواصل مع المفوضيه المستقله العليا للانتخابات اذا حل مجلس النواب العراقي نفسه لاي سبب كان سواء لاجراء الانتخابات او لعوامل اخرى ستتاح لرئيس الجمهوريه خلال مده 60 يوم تحديد موعد لاجراء الانتخابات وفي اخر مستجدات الاصابات اليوميه اعلنت وزاره الصحه تسجيل 4336 اصابه جديده بفيروس كورونا و14 حاله وفاه خلال ال 24 ساعه الماضيه وقالت الوزاره في موقفها الذي تصدره بشكل يومي ان حالات الشفاء بلغت 2460 حاله في عموم انحاء البلاد. كشفت الامانه العامه لمجلس الوزراء عن وجود حمله ضد الشركات المصنعه للقاح كورونا قبيل وصوله الى العراق الاسبوع المقبل. المتحدث باسم الامانه حيدر مجيد قال لوكاله الانباء العراقيه ان الحكومه حريصه على سلامه المواطنين والتاني بالحصول على لقاحات من قبل الشركات الرصينه، مشيرا الى تخصيص 200 مليون دولار لشراء اللقاحات والاجهزه الخاصه بحفظها فضلا عن توفير 52 مستشفى و500 وسته مراكز صحيه لغرض التطعيم بدورها أعلنت وزارة الصحة تعاقدها على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وستجهز خلال أيام المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أوضح أن العراق دفع المبالغ اللازمة من خلال القنوات الرسمية والبالغة 169 مليون دولار وأضاف أن العراق وقع أيضا اتفاقية مع شركة فايزر بايونتيك وبانتظار إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وأشار البدر إلى أن العراق تعاقد مع شركة سينوفارم الصينية أيضا وسيبدأ تجهيزه قريبا بعد استكمال الإجراءات سعيا لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين في أقضية ونواحي المحافظة كافة افتتح وزير الصحة حسن التميمي بمحافظة الأنبار قسم الديلزة التموية في مستشفى الفلوجة التعليمي فيما ناقش مع خلية الأزمة الواقع الوبائي في المحافظة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية في محافظة الأنبار وزير الصحة والبيئة يفتتح قسم الديلزة الدموية والجناح الخاص في مستشفى الفلوجة التعليمي كما اطلع على واقع تطبيق الإجراءات الوقائية مثمنا الجهود الكبيرة لرجال الجيش الأبيض في درء انتشار فيروس كورونا في المحافظة زيارتنا اليوم ابتداء هي مناقشة الموقف الوبائي بالمحافظة واطلع على إجراءات المحافظة وافتتاح الكثير من المشاريع لدينا اليوم ايضا انه اربع مشاريع بالقرمه وضعنا الحجر الاساسي اليوم نسبه الانجاز متقدمه من قبل الشركه الاماراتيه ولدينا ثلاث مستشفيات في هيت و حديثه والقائم بالاضافه الى القرمه وافتتاح العديد من المشاريع من ضمنها الديلزه الاجنحه الخاصه مستشفى العتبه مركز الشفاء حقيقة اليوم شفنا الإجراءات وشفنا دفاع الكبير من ملاكاتنا الطبية والصحية والتمريضية وهي الخدمات الطبية المثالية لأهلنا في محافظة الأنبار هذه الزيارة حقيقة كانت مهمة جدا طلع على الواقع الخدمي بشكل عام كذلك أيضا فتح عدد من المشاريع الخدمية الصحية وبالتالي تساهم في تعزيز الخدمة للمواطن الانباري كذلك سيلتقي بالكوادر الصحيه مع الحكومه المحليه الاحتياجات كيفيه معالجه المؤسسات الصحيه الاحتياجات بشكل عام مدير صحه الانبار اكد لقناه العراقيه الاخباريه اكمال جميع الاستعدادات الخاصه لاعطاء لقاح فيروس كورونا عبر منفذين رئيسين في الانبار في مستشفى الوجه التعليمي ومنفذ في مستشفى رمادي التعليمي تم تخصيص الثلاجات تم تخصيص الاماكن وتم اعداد الخطه كامله ننتظر وصول اللقاح للبدأ. افتتاح العديد من الاقسام الطبيه التخصصيه في مستشفى الفلوجه التعليمي سيسهم وبشكل كبير في تطوير الواقع الصحي في المدينه لقناه العراقيه الاخباريه باسم الشمري الفلوجه في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين على مدار عقود طويلة تسلمت مصر 300 أو 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وتعد ثاني دفعة تتسلمها مصر من سينوفارم بعد الشحنة الأولى التي شملت 50 ألف جرعة في كانون الأول الماضي 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية وصلت إلى مطار القاهرة الدولي لتضاف إلى الدفعات السابقة التي حصلت عليها مصر كهدية من الصين واستثمرتها في إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19 كون ان احنا بدانا ب 300000 جرعه زائد الشحنتين اللي وصلوا قبل كده ده شيء كويس شيء كويس كمان ان الحكومه تعادت على كذا شركه تانية عندنا التطعيم السبوتنيك الروسي وعندنا الاسترازينيكا البريطاني من اوكسفورد يونيفرستي فده ده كويس جدا بيوفر تنوع ولكن لكن يعني هياخد وقت يعني الموضوع هياخد وقت شويه فلازم هنفضل برضو نلتزم بالاجراءات الوقائية بغض النظر عن كفاءة التطعيمات لكن لازم هنلتزم بالاجراءات الوقائية وهو ده المذكور حتى في الاقرار اللي انت بتمضي عليه قبل ما تاخد التطعيم وعلى الرغم من حصول اغلب الملاكات الطبيه والصحيه على التطعيمات غير ان اطباء طالبوا الجهات المختصه بالكشف عن نتائج المرحله التجريبيه الثالثه لها لا سيما مع وجود شكوك حول مده وفاعليه الانواع المعتمدة تجاه سلالات الفيروس المكتشفه حتى الان اي لقاحات لها نواه جانبيه ولكن بناخدها لان فوائدها اعلى من المضار بتاعتها ده بشكل عام الاطباء مرعوبين من لقاح سينوفارم الصينى لان لم تعلن نتائج شافيه ومطمئنه للتجارب الكلينيكيه للمرحله الثالثه فانا بدعو الساده المسؤولين ان هم يعلنوا بوضوح وبشفافيه النتائج الكلينيكيه بتاع تجارب المرحله الثالثه هنشوف ان في سايد افكت او هنشوف ان في بعض النتائج الجانبيه ولكن هذا غير مرعب ومن المقرر ان تخضع تلك الشحنات للتحليل في معامل هيئه الدواء المصريه قبل استكمال تطعيم الاطقم الطبيه والفئات الاخرى كما كشفت وزيره الصحه والسكان المصريه مؤخرا عن البدء بفتح موقع الكتروني لتسجيل الحصول على لقاح كورونا للفئات ذات الاولويه من كبار السن واصحاب الامراض المزمنه والاورام خلال الايام القليله المقبله. احمد محمد صالح العراقي الاخباريه القاهره يصوت مجلس الامن الدولي مساء اليوم على مشروع قرار اعدته بريطانيا يطالب كل اطراف الصراعات المسلحه بالدخول فورا في هدنه انسانيه شامله للسماح بتوزيع اللقاحات المضاده لكورونا ويحتاج القرار الى موافقه تسعه اعضاء وعدم اعتراض اي من الدول الدائمه العضويه او الدائمه العضويه بالمجلس وهي الولايات المتحده وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين. في الأخبار الدولية أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تطرقا خلاله لعدد من الملفات والتي تهم البلدين، وناقش الجانبان الجهود التي تقودها الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإحلال الأمن الإقليمي بما في ذلك الإنهاء السلمي للحرب في اليمن، كما شدد بايدن على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان الدولية وحكم القانون، واجرى بايدن المكالمة بعد قراءة تقرير امريكي على وشك الصدور بشان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقشي. طالبت وزارة الخارجية الامريكية جميع الاطراف في ارمينيا بتجنب التصعيد وعدم تدخل العسكريين في السياسة. المتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال ان على جميع الاطراف احترام مبدا الديمقراطية الاساسية التي يفترض عدم تدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية وتجنب أي تصعيد أو عنف في البلاد داعيا القادة لتسوية الخلافات بطريقة سلمية مع احترام مبدأ سيادة القانون أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على الولايات المتحدة والدول الأوروبية معالجة السبب الذي دعا طهران لخفض التزاماتها النووية لا أن تطلب منها وقف إجراءاتها التعويضية المبنية على البند رقم 36 من الاتفاق النووي وأوضح ظريف أن أمريكا أقرت أنه بعد خروجها من الاتفاق خفضت إيران التزاماتها في الاتفاق في حين كانت طهران ملتزمة بالقيود حتى ذلك الحين يستعد رئيس حكومه الوحده الوطنيه الليبيه المكلف عبد الحميد الدبيبه لعرض التشكيله الحكوميه الجديده على رئيس البرلمان عقيده صالح لمنحها الثقه قبل انتهاء المهله المحدده واشترط رئيس البرلمان ان تكون التشكيله متوازنه وتلبي متطلبات اتفاق القاهره مشددا على اهميه ان تكون مدينه سرت عاصمه مؤقته للسلطه التنفيذيه بدلا من طرابلس وبالعوده الى الشأن المحلي شهد ملف المياه تطورا ايجابيا مع تركيا خلال المباحثات مع العراق في الفتره الماضيه. وزاره الموارد المائيه افتتحت عددا من المراكز البحثيه الخاصه بتطوير مشاريع تنمويه لضمان حصه عادله للمياه من الانهر المشتركه بين البلدين. وزاره الموارد المائيه تفتتح عددا من المراكز البحثيه الخاصة بتطوير مشاريع ومنشات تنموية تشكل أحد أهم أساسيات عمل الموارد المائية، وتسهم في رسم الخطط المائية وتنفيذ المشاريع التي لم تنفذ بسبب الأزمة المالية، والتأكيد على أن العراق يسير باتجاه التنسيق العالي مع دول الجوار فيما يخص ملف المياه. هذه المجمع راح يكون النواة الأولى للمركز البحثي المشترك اللي تم الاتفاق عليه مع الجانب التركي فبالتاكيد وزارتنا حقيقه قد تكون هذه هذه السنه محظوظه بدعم من وزاره التخطيط معالي وزير التخطيط حقيقه وجه بتقديم كل الدعم لكون اهميه مشاريع وزاره الموارد المائيه تضع في الاهميه الكبرى لمصلحه البلد منها السدود الخزنيه الكبيره بصراحه لم يتم ادراج اي مشروع خزني كبير منذ عام 2003 الى حد الان احنا ان شاء الله في المراحل النهائيه لادراج اهم المشاريع اللي كان سد مكحول وزير التخطيط وخلال حضوره افتتاح المراكز البحثية لوزارة الموارد المائية أشاد بمستوى المشاريع المنفذة التي تصب في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكدا أن الموارد المائية من الوزارات المهمة كونها مرتبطة بعمل وزارات أخرى وزارة الزراعة ضرورة دعم المراكز البحثية حيث أن مخرجات المراكز البحثية هي التي تصب في رسم سياسات تنموية حقيقية خصوصا فيما يتعلق بالموارد المائية لا توجد تنمية بدون موارد مائية مشاريع الموارد المائية لها أهمية كبرى بتوفير مياه الشرب وتوفير الطاقة الكهربائية وتوفير الري للزراعة وهي متداخلة بعملها مع وزارة الزراعة زيارتنا اليوم حقيقة هي للإطلاع عن كثب عن الواقع وامكانيه اعتماد دراسات الجدوى لمشاريع عملاقه اللي تصدر من هكذا مراكز وبحث كيفيه الاستفاده من هذه المراكز ومن هذه الخبرات في دعم الوزارات الاخرى. وتؤكد وزاره الموارد المائيه ان ملف المياه في العراق شهد تطورا ايجابيا من خلال التنسيق الواضح بين العراق وتركيا لضمان حصه عادله ومنصفه. للعراق من مياه الانهر المشتركه بين البلدين بعد نجاح الزيارات المتبادله بين بغداد وانقره من بغداد حسام التميمي العراقيه الاخباريه حمله تشجير واسعه تشهدها شوارع كربلاء المقدسه فضلا عن استبدال اشجار الكونوكاربس الضاره بالنخيل جاءت ضمن مساعي الحكومه المحليه لزياده المساحات الخضراء وال غطاء النباتي في المحافظة تشهد محافظة كربلاء المقدسة حملات اعمار واسعة شملت تأهيل مداخل المحاور الرئيسية للمدينة وتوسيعها وعادة تشجير الجزرات الوسطية بالنخيل وقلع الأشجار يوكاربس الضارة بالبيئة والبنى التحتية قلع أشجار الكينوكاربس الضارة للبنى التحتية بزراعة أشجار واستبدالها بزراعة أشجار النخيل والأشجار المثمرة على مداخل المدينة الثلاثة مدخل كربلاء النجف ومدخل كربلاء بغداد ومدخل كربلاء بابل إضافة إلى زراعتها في الساحات العامه والجزرات الوسطيه استبدال شجره الكينوكاربس وزراعه اشجار بدائل عن هذه الشجره تم زراعه نخيل في الفتره السابقه وما تجاوز اكثر من ألف نخله وكذلك هناك اشجار متنوعه تم زراعتها مثل الاشجار الاكاسيا المصريه وكذلك البونسيانيه واشجار الصبار الهندي زراعة النخيل والأشجار المثمرة في محاور بغداد والنجف وبابل سيضيف لمسة فنية مميزة ترمز إلى هوية مدينة كربلاء العامرة ببساتينها مداخل محافظة كربلاء من كل الجوانب بها إعمار وبها زراعة النخيل كلش حلوة المداخل توسعت وجاي نشوفها شوية أجمل صورة أجمل يعني وأحسن ما كانت موجودة وجاي نلاحظ حملة رفع النيو كاربس بصراحة إن هي أشجار ضارة للبيئة وأشجار يعني ما بيها فوائد يعني لو تنظرها من كل الجوانب ما بيها كل فوائد يعني حتى الطيور هسه هاي الطيور يعني ما جاي يشوف طيور جاي تحط عليها وتستمر مديرية بلدية كربلاء بتوسيع المداخل الرئيسية للمحافظة وقلع الأشجار اليوكاربس الضارة واستبدالها بالنخيل لإضفاء الجمال على المدينة بما يتناسب وقدسيتها من كربلاء المقدسة حسن لبحنا العراقية الإخبارية ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين تمهيدا للزيارة التاريخية استعدادات متواصلة لاستقبال باب الفاتيكان ومراقبون يعدونها تمثل انسجام الاسلام مع بقية الاديان. اليوم الرابع على التوالي تجدد الاحتجاجات الشعبية وسط الناصرية والمتظاهرون يطالبون بإقالة المحافظ والحكومة المحلية. العراق يتعاقد على شراء 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وهم مجلس الأمن يصوت اليوم على هدنة عالمية لتوزيع اللقاحات بايدن يجري محادثة هاتفية مع العاهل السعودي قبيل النشر المرتقب لتقرير استخباري أمريكي بشأن جريمة خاشقجي شكرا لكم وإلى اللقاء